بغداد، راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، رياض من هنالك، رياض يا بغداد، وقول قول إبني 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 إبني، قول 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 إبني يا بغداد، إبني قول بغداد منجاح يا فعلا، وقول يا لا من بداية ويا لا من سيناريو، جاءت من السماء هذه الكرة. تقدير الحكم ما هو؟ اعتقد ما راح يصفر، راح يرفضها، اعتقد راح يقول ليس هناك ضربة جزاء. يا سيد الحكم، 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 ما راح يصفرها، ما راح يصفرها، ما راح يصفرها. العب العب العب، ما راح يصفرها. العب العب، ما راح يصفرها. العب العب، ما راح يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة، ها هي نقطة تحول المباراة، قال الحكم العب، هذه هي نقطة تحول المباراة. اعطوني الكرة يقول حكم اللقاء، اعطوها لي، اعطوني الكرة يقول حكم اللقاء. خلص يا رئيس، يا 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 سلام، فزنا في يوم جمعة يا ناس، هو يوم اعظم ايام الله، فزنا في شهر جويليا، اشهر شهور الجزائر والتاريخ، انه شهر الاستقلال الذي فزنا فيه على ارض طيبة، كانت فعل خير على الجزائر. يا سلام، فعلها بمدرب كان الخيار الاخير، لكنه من اخرجه من غرفة الانعاش الى سماء المجد. يا سلام.